بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فيسرنا أن نتواصل معكم خلال هذا البرنامج حول هذه المضامين التي تتصل بالتصوف الإسلامي ومقاصده، سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الحركات الإسلامية والذي كثرت فيه الصراعات المذهبية المعاصرة. ولا شك أن الحديث عن التصوف في هذا الوقت ربما يعد غريبا على الأسماع، وذلك لأن النفوس قد ألفت الإخلاد إلى الأرض والإخلاد إلى هذه المادية التي ضربت بجيرانها في الأرض. والتصوف في الحقيقة، وإن كانت معالمه لم تكتمل عند أولئك الذين فوقوا سهامهم إليه عن قوس الجهل بحقيقته، وهذا واقع نقر به جميعا، فالتصوف قد أصبح غريبا بغربة الإسلام. ولعل هذا يعود إلى أسباب، منها الجهل بحقيقته، ومنها اختلاط أمر العامة بالخاصة، ومنها وجود الأدعياء في هذا الطريق. وهذا أمر قد أشار إليه عالم من أعلام التصوف ورمز من رموزه، لا وهو الشيخ زروق رحمه الله تعالى، حيث قال: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى. ولم يكن هذا القول بدعا، بل كان موافقا للحال في عهده. فما الظن اليوم بكثير من هؤلاء الذين ينتمون إلى المدارس الصوفية المختلفة، ونحن نرى بعدا عن تعاليم الإسلام وبعدا عن التمسك بهذه الشريعة الغراء. نعم، التصوف هو التصوف كما عرفناه من خلال اطلاعنا وقراءتنا في كتب الطبقات، طبقات الصوفية، ولكن الحال اليوم قد تغير، كما تغير الحال أيضا بالنسبة لكثير من المنتمين إلى هذه الرسالة أو إلى هذا الدين الحنيف. فكما أصبح الإسلام غريبا، أيضا أصبح التصوف غريبا، حتى إن الكثيرين يرون أن التصوف دخيل على الإسلام، وذلك لأنهم خلطوا بين مفهوم التصوف السني السلفي وبين التصوف الفلسفي الذي استمد أصوله من تلك الأصول الفلسفية أو من تلك الفلسفات الغير إسلامية. ونحن إذا تكلمنا عن التصوف فبالضرورة لا نعني إلا هذا التصوف السني السلفي،
الذي أساسه العمل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس المستجمع لشرائطه التي هي أصول الدين. وهذا ما صرح به كثير من أعلام الصوفية في القديم والحديث، فقد قال الإمام الجنيد والمشهور أو المعروف بسيد الطائفتين، قال: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب أو من لم يقرأ الكتاب ويحفظ السنة فليس منا. والمقصود أن التصوف هو عمل بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة، ولكن ربما أورد البعض إشكالا على هذا أو شبهة، ألا وهي: ما حاجتنا إلى التصوف مع وجود هذه المصادر الإسلامية؟ أو ما حاجتنا إلى التصوف؟ فإن قلنا إن التصوف بديل عن الإسلام أو هو بدل عن الإسلام فتلك دعوة مرفوضة، وإن قلنا إن التصوف هو العمل بالكتاب والسنة إذن فما حاجتنا إلى التصوف؟ ونرد على هذه الشبهة بقولنا إن لزوم هذا الطريق ليس من باب اختيار التصوف على أنه عوض عن العمل بهذه الشريعة الغراء، وإنما هو انتهاج لمنهج مسدد ومؤصل ننطلق من خلاله للعمل بالكتاب والسنة على قدم الصدق والإخلاص. والله ما قام المحب ولا قعد إلا وحبك في سريرته اتقد، يا روح كل العاشقين ونورهم، يا من إليك بكل أمر يستند، يا مصطفى الخلاق من أكوانه من قبل أن نسج الحوادث في الزبد، لك منصب الإجلال في طي العمى، وعليك بعد الله حقا يعتمد. ولأجل نورك عسكر الأملاك في حضراته الكبرى لآدم قد سجد، ولسر ذاك النور إبراهيم قد نال النجاة فلم يخف جمرا وقد، منك انجلت للعارفين حقائق ونشرت بطي قلوبهم سر المدد. لولاك ما ذكر المهيمن ذاكر بشريف إخلاص ولا عبد عبد، لولاك للحرمين ما غص الفضا بالزائرين ولا أخو وله وفد. يا علة الأشياء أنت لخلقها سبب وقدرك لا يشاكله أحد، صلى عليك الله والآل الأولى والصحب والأتباع نظما في الأبد. وذلك لأن التصوف ما قام إلا على مقتضى الصدق والإخلاص في معاملة الحق جل جلاله، وفي معاملة الكتاب، وفي التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي التعامل مع أجناس الخلق على اختلاف طبائعهم ومنازعهم وأهوائهم وميولهم. إذن التصوف هو المنهج الذي ينبغي أن ينتهجه المسلم من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال عمله بالكتاب والسنة. ولا مشاحة عند العلماء في وجود هذه الاصطلاحات التي ما عرفها أصحاب القرون الأولى. ربما قال بعضهم إن التصوف دخيل، أو إن التصوف لم يكن موجودا بهذا المسمى
في القرون الأولى، ونقول وأيضا إن هذه العلوم الشرعية لم تكن موجودة في القرون الأولى تحت هذه المسميات المعروفة والتي تلقتها الأمة بالقبول عبر هذا التاريخ الطويل. هناك ما يعرف لدى العلماء ولدى المشتغلين بطلب العلم بأصول الفقه، هناك ما يعرف بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هناك ما يعرف بعلم النحو أو الصرف أو العروض أو علم المعاني أو البيان أو البديع، هناك ما يعرف بالتاريخ، هناك ما يعرف بالسيرة النبوية، وكلها علوم مستحدثة، أي من حيث التصنيف، ولكنها كانت موجودة من حيث مضامينها ومن حيث مقاصدها، وإن لم تعرف في العهد الأول تحت هذه المسميات. وعلى هذا أقول ليس التصوف بدعا من بين هذه العلوم التي تم تصنيفها ووضعها تحت هذه المسميات، وقد قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. ما ينبغي أن تكون هناك مشاحة في الاصطلاح، وإنما الكلام يكون عن تلك المضامين أو تلك المقاصد التي ينبني عليها هذا الاصطلاح أو ينطلق منها هذا الاصطلاح. إذن التصوف وإن كان غريبا في نظر البعض، إلا أنه منهج رباني استمد أصوله من الكتاب والسنة، استمد أصوله من الكتاب والسنة. فهذا السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه وسره يقول لمريده: طر إلى الحق سبحانه وتعالى بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك في يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دع يده تمشطك أو ترجلك وتجملك وتعرضك عليه. هذه عبارة كناية عما يجب أن يتدبج به المسلم من التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه والأخذ بسنته والعمل بهديه والوقوف عند شريعته عليه الصلاة والسلام. دع يده تمشطك أو تمشطك أو ترجلك أو تزينك وتجملك وتعرضك عليه، أي ينبغي أن تكون أحوالك أحوالا مرضية، أو ينبغي أن تكون أحوالك أحوالا محمدية في كل ما تأتي وفي كل ما تظهر. عرف الصوفية الأوائل رضوان الله عليهم، عرفوا هذه الحقيقة فعملوا من أجل التحقق بها، فكانوا أسوة لمن سلك طريقهم في هذا الباب، كانوا أسوة للصادقين في هذا الباب، بل كانوا رموزا يقتدى بها في هذا الباب العظيم، وهو باب المعرفة بالله سبحانه، باب المعرفة بما يجب على المسلم من الالتزام بهذا الشرع الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى منهج حياة لكل فرد من أفراد هذه الأمة الإسلامية. لذلك أقول لقد بات التصوف ضرورة لا على أنه بديل أو عوض عن الإسلام، لا والله، بل لقد بات الإسلام ضرورة
وذلك لاستغراق أو لإغراق الناس في هذه المادية التي جعلتهم يلهثون وراء هذا السراب. يا من يطير له الفؤاد تولها والروح عن أعتابه لم تعدل، بجليل عزك وهو في دين الهوى قسمي أغف وارحم صنوف تذللي. وانظر وانظر إلي بنظرة يشفى بها قلبي من الداء المكين المعضل، فإليك في دين الولوه تخضعي وتخشعي وتضرعي وتبتلي، وعليك في أمري وكل مقاصدي كل اعتمادي يا حماي وموئلي. ألطف ألطف بحالي إن عجزي ظاهر وبباب قدرتك الرفيع تململي. أنا في ابتداء محبتي وختامها بالصدق في حبي إليك توسلي. وللحديث بقية إن شاء الله، نتواصل من خلال هذه السلسلة المباركة لنبين حقيقة التصوف ولنبين موقف الصوفية الصادقين مما طرأ على هذا المنهج الرباني من هذه الأمور التي جعلته غرضا، بل وجعلت خصومه يرمونه بسهامهم عن قوس الجهل بحقيقته أو عن قوس الجهل بحقيقة هذه أو هذا المنهج الرباني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كلمة سواء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.